السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا رب. النهاردة شفنا دنيا سمير غانم في المقابر لأول زيارة في أول جمعة بعد وفاة دلال عبد العزيز، لحظة من الانهيار. هنشوف أول ظهور ليها ولحظة انهيارها أمام المقابر. بجد كان الموضوع مؤثر جدا جدا، وموضوع اعتزالهم الفن ولبسهم الحجاب، وطبعا إيمي سمير غانم وضعها إيه. هنشوف تفاصيل كتيرة جدا حصلت النهاردة في أول زيارة ليهم بعد وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز. في البداية زي ما تعودنا نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام، ويا ريت من فضلكم ندعي لهم بالصبر، اهم حاجه الصبر. النهارده دنيا سمير غانم بعد صلاه الجمعه راحت علشان تزور الفنانه الكبيره دلال عبد العزيز، وشفناها قد ايه كانت متاثره وبتبكي، وده شيء طبيعي. انها طبعا كانت قاعده على الارض وبتقرا قران، وكانت منهاره وزعلانه، وحتى في الحاجه الوحيده اللي اتكلمتها كان الناس بره والصحافه والاعلام عاملين صوت عالي كتير قوي، فقالت لهم حرام عليكم، يا ريت تهدوا شويه الصوت، مش عارفه اقعد. يعني اتكلمت في حاجه زي كده، وفعلا الصوت كان عالي وناس زحمه كتير وناس عايزه تصورها في اللحظه اللي هي بتبكي فيها وحاطه وشها في الارض ومنهاره، ودي حاجه طبيعيه، الله يكون في عونها يا جماعه، يعني شيء طبيعي يعني لما تزور والدها ووالدتها. اللحظه اللي بقول عليها حضراتكم فيها هي اللحظه دي، لما بصت للناس وهي قاعده على الارض عند المقابر وقالت لهم لو سمحتوا الصوت شويه. كمان موضوع اعتزالهم ولبسهم الحجاب، احنا طبعا النهارده شفناها مش محجبه ولا حاجه، ناس كتير للاسف انتقدتها وقالت لها يعني انت رايحه عند المقابر والموت وازاي انت مش لابسه حجاب او حتى طرحه على راسك، انت معقوله ده كله ما اتعزتوش؟ يعني اعوذ بالله، احنا مش ربنا عشان نحاسب، الله اعلم قلبها في ايه من جوه، اكيد ممكن في وقت ربنا ينعم عليها بالنعمه دي. هو ده المنظر بالظبط اللي هي كانت فيه النهارده، لكن بلاش الانتقادات الجارحه قوي اللي سمعناها النهاردة، خصوصا ان فيه فئة معينة اللي بتتكلم في الموضوع ده، في ناس كتير تعاطفوا معاها وكلنا متعاطفين قلبا وقالبا ان هي بجد واختها في وضع لا يحتمل. الموضوع اللي اشعل السوشيال ميديا خصوصا من بعد وفاة دلال عبد العزيز، محدش اتكلم فيه بعد وفاة سمير غانم، ولكن بعد وفاة الكبيرة دلال عبد العزيز طلعت كلام كتير انهم اعتزلوا الفن والتمثيل. الموضوع بالتحديد كالآتي، هم اكيد مروا بتجارب قاسية جدا خلال 4 شهور، تقربوا جدا لربنا، حسوا ان ممكن يكونوا الموت بيجي في ثانية، انهم قد ايه كانت عائلة مترابطة وسعيدة، ومرة واحدة بقوا في عالم تاني ودنيا تانية من الحزن والانهيار. انا بقول يمكن الاسباب ديت هي السبب ان هم اعتزلوا، وايضا في سبب تاني يا جماعه، ان هم لقيوا خسه ونداله كبيره جدا من كل الموجودين في الوسط الفني، خصوصا الموضوع ده تعرف بعد وفاه دلال عبد العزيز، ناس كتيره فعلا ما كانتش واقفه معاهم وما زالوا مش واقفين معاهم، وبانوا على اصلهم بجد انهم لا مش هو ده اللي ينفع ولا يصح، لكن الوسط الفني بيثبت كل يوم ان هو وسط قذر، كل الا من رحم ربي عشان ما نكونش يعني ملمين بالناس كلها. لكن من بعد فرح نيلي كريم وشفنا الفنانات اللي كانوا بيرقصوا وبيزغرطوا، ومنهم هالة صدقي يعني اللي كانت واقفة معاهم جدا في وفاة سمير غانم، ودلوقتي للأسف كانت بتزغرط من تاني يوم وفاة دلال عبد العزيز. ناس بتقول لي يعني ايه المشكلة ما يعيشوا حياتهم؟ لا، لازم نحس ببعض، ولازم هم كمان يحسوا ان في ناس واقفة معاهم. عايزة اقولك يا دنيا كلنا متعاطفين معاكي، وكلكم انتوا بنات اصول وخير، اعتزالكم ده ان شاء الله يكون في مصلحتكم اكيد باذن الله، ادعوا لهم بالثبات. انا بشكركم جدا متابعيني.